لا كاين شويه كاين بس شويه دابا مناسبه العيد لا كاين استغفار وكاين الناس كيشوفوك الحمد لله باش امور مزيانه بس كيشوفوك ملابس تقليديه كتمشي ملابس الصغار لا الامور مزيانه شويه الحركه كاينه بعدا الحمد لله شويه كاين استغفار الناس وكيسولوا الناس وكيتقداو الامور مزيانه واخا شنو النوع البدله او النوع اللبسه اللي كيفضلوا المغاربه بحال الجبه بحال كنطوره جلابه طويله كنطوره طويله او جباطور سروال تقليديه او الفرجيه او فرشه شي حاجه خفتان بيتنات غوري وحده الكبار مسائل جلابه بحال بحال كما كاين الجلابه تاعها كاين مسائل بحال السروال هي مسائل هذوك تقليديه العيد كيديو الناس وكاين شي اثمنه مناسبه في هذا المساله الثمن الثمن مناسب الثمن مزيان ماشي معروف ما عرفتش شحال وصلت الجلابه دابا ديال العيد على حسب على حسب الموديل على حسب المارك الماكسيموم شحال وصلت تقريبا 100 250 180 على حسب الناس كلها والاستطاعة ديالو حسب الاستطاعة ديالو على حسب الثمن كاين 200 كيدير 300 400 600 درهم على حسب كله هو كاين الجبابر بالسروال مثلا كدير 500 600 وكاين العادية ديال 250 150 على حسب المعرفة المسائل ان شاء الله رمضان يكون بالصحة والسلامة ان شاء الله يساليو الناس واش نبروك الجميع المغاربة ان شاء الله من داخل المغرب وخارج خارج المغرب وكنتمنى ان شاء الله عيد مباشر واش مبارك لاي واحد دخل وعطينا حاجة انا كنخدم البلغاء دري صغير 1963 والبيع والشراء 2000 زين البيع والشراء جات لي 2000 أيه. اما الصناعة خدام فيها 1963 دري صغير ما كاين لا مدرسة ولا والو غير الصناعة تبارك الله عليك مبلغ كتمشى في هاد العشرية من الأخرى ديال العيد ديال رمضان وفي العيد الكبير كتمشى هي والجلادة والفوقية هي في المناسبة ديال العيد والعيد الميلادي العيد الصغير الأعياد يعني الأعياد العيد ديال رمضان والعيد الكبير والميلادي والميلادي وهاد الأعياد كاين شي إقبال عليها تيكون لها الإقبال تيكون لها الإقبال هي الأعياد فقط Donc je trouve que c'est très intéressant parce qu'on arrive à trouver des choses ici qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais je trouve que c'est des vêtements qui sont importants, qui sont agréables à porter. C'est du coton, du lin, c'est des matières nobles. Oui. Bah, les babouches, tu vois, là je suis venu voir ici les vêtements, j'ai les babouches à côté et c'est des produits que j'adore.